نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الروثة وقال: إنها رجس. ما المراد بهذه الكلمة؟ رجس يعني نجسة، فدل على أن النجس لا يستجمر به، والتعليل الآخر أنها طعام دواب الجن، فيعلل الشيء بعلتين وأكثر، ما في مانع أن الشيء يعلل بأكثر من علة. نعم، أنها نجسة وأنها طعام دواب الجن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.